مشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم، برنامج التنميه البشريه علم واستثمار. موضوع حلقتنا لهذا اليوم سيكون باذن الله هندسه العلاقات البشريه. ما هو مفهوم هندسه العلاقات البشريه؟ كيف نستطيع ان نطور من علاقاتنا البشريه؟ وما هي انواع هندسة العلاقات البشرية ضيفنا وضيفكم اليوم سيكون الدكتور مسفر بن ناصر القحطاني فأهلا وسهلا به حياك الله بيت. محمد وأنا سعيد أن يكون ضيفك في هذا اللقاء وضيف على هذه القناة الأنيقة حاصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود متخصص في التدريس والتدريب الإبداعي ومتخصص أيضا في القيادة والذكاء العاطفي مدرب معتمد من عدة جهات عربية ودولية متخصصة حياك الله مرة أخرى يا دكتور الله يحييك وأنا سعيد بلقائك وحنا سعيد وشاكرين لك استضافة الدعوة الله يحفظك ويبارك فيك حنا بنبدأ يا دكتور كالعادة بتعريف أو توضيح مفهوم عنوان الحلقة عنوان حلقتنا اليوم هندسة العلاقات البشرية مفهوم أو خلنا نبسطها للمشاهدين أكثر هندسه العلاقات البشريه هو مفهوم عصري حديث جديد يتحول بنا من من الحرفه الى الاحتراف ويتحول بنا من التعامل من خلال ممارسات غير منضبطه الى مهارات وفق منظومه حيه. هندسه العلاقات البشريه باختصار إذا أردنا أن نعرفها معرفة جيدة نقارن بين الحرفي وبين المهندس الحرفي الذي يقوم بعمل بسيط وبين المهندس الذي يبني العمارات، يبني العمارات ويبني الجسور ويبني التحول من من ممارسة بسيطة إلى ممارسة بوعي وإتقان يعني بمعنى أنا أتعامل مع البشر من خلال مهارات تحمل عمق كبير في في هذا الجانب هذا باختصار معنى الهندسة العلاقات البشرية الوعي العميق بالتعامل مع البشر وقبل ذلك الوعي العميق بالتعامل مع الذات <applause> يعني نقدر نقول يا دكتور أنه علاقاتنا البشرية لا تأتي عبثا قد تأتي مثلا بمفهوم هندسي أنه كيف أنا مثلا أهندس لهذه العلاقات أحسنت أحسنت هو هو فرق بين أن نمارسها ممارسة بدائية بسيطة وبين أن نمارس أحسنت كيف وبين نمارسها بوعي الوعي معناها اني عندما ابتسم ابتسم بوعي، عندما اسلم بحراره اسلم بوعي، عندما اتكلم أست اتحدث مع شخص اتحدث بوعي، عندما استمع استمع بوعي، عندما امارس جميع السلوكيات فمنطلق من وعي. ليست القضيه فقط هي كما يفعل البعض ابتسامه عارضه او او تربيت على الاكتاف او لا 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 القضيه هندسه العلاقات البشريه وعي عميق عميق جدا. طيب هل ممكن انه تكون علاقاتنا الاسريه او او القبليه في اطار القبيله او في المحيط القريب تدخل من ضمن ايضا الهندسه العلاقات؟ بلا شك اي اي علاقه مع البشر عندما اكون واعي بهذه العلاقه ستكون سيكون تعاملي مختلف الذي الذي يحمل عمقا في التعامل مع مع زوجته مع اولاده مع اسرته مع المجتمع وهو يحمل مهارات فهنا الامر يختلف كثيرا طيب يا دكتور متى ممكن نقول انه فلان من الناس يملك مستوى عالي من فن العلاقات البشريه هل في اشارات معينه في مؤشرات ان صح التعبير؟ اي نعم متى نقول هذا السؤال سؤال جدا خطير اذا توافرت ثلاثه امور عندنا شيء اسمه التقبل وعندنا شيء اسمه القبول وعندنا شيء اسمه التقدير بمعنى تقبل ذاتي ثم تقبل الاخر والاخر هو كل البشريه عداي الامر الاخر القبول قبولي لذاتي ثم قبولي للاخر ثم التقدير لذاتي ثم التقدير للاخر اوضحها تقبلي لذاتي يعني ان اتقبل ذاتي باي صوره كانت هذه الذات اتقبل لوني، اتقبل مهاراتي، اتقبل قدراتي، اتقبل استعداداتي، اتقبل طولي، اتقبل قصري، اتقبل حجمي، اتقبل انكساراتي، اتقبل انحساراتي، اتقبل كل هذه الامور لان في كثير من الاحيان لا يمكن الانسان ان يكون سويا ما لم يكن هناك تقبل جيد للذات. طبعا. ثم بعد ذلك تاتي قضيه قبولي لذاتي، ما معنى قبولي لذاتي؟ احنا سننتقل لاحقا الى الى قبول الاخر. لا يمكن ان اتقبل الاخر لا يمكن ان اقبل الاخر لا يمكن ان اقدر الاخر وانا عاجز عن تقبلي لذاتي قبولي لذاتي تقديري لذاتي ما معنى قبولي لذاتي؟ قبولي لذاتي ان انتقي صفه من الصفات الجمال التي امتلكها انا كانسان ثم اجعلها اطارا لعيني وهذا يجعلني اتحرك في الحياه بنفس متفائله كثير من البشر ينظر إلى ذاته نظرة دونية بمعنى أنا ما القبول هو أن ما أبرز صفاتي أنني إنسان متفائل إذا اجعلها إطارا لعينيك وتحرك في الحياة بهذا الجانب. النقطة الثالثة تقديري لذاتي تقدير لذات هل تعلم أبا محمد أن أعظم جوع بشري هو الحاجة للتقدير هذا التقدير لأجله الإنسان يقتل ولأجله يصبح أسيرا عند البشر كلمة واحدة فتقديري لذاتي إذا لم يكن ثمة تقدير عميق للذات فلن يكون قيمة لهندسة العلاقات البشرية صحيح. إذا, إذا انتهيت من الحالة الأولى تقبلت قبلت تقدير أذهب إلى البشر أتقبل البشر كيف تقبل البشر هل عندنا استعداد لتقبل أبنائنا ولا ما عندنا استعداد في الغالب على أخطائهم عندنا كبير. عندنا استعداد صحيح. نحب أبناءنا على علاتهم على مشكلاتهم على على كل سلوكياتهم بالأشي. نتقبلهم نتقبل نتقبل مريض نتقبل متعافي نتقبل معاق نتقبل صحيح نتقبله مجتهد نتقبله اذا استطعنا تقبل البشر لأنك ستواجه في الحياه تباين في الناس صحيح ليس ليس لك ان تختار انا انا احب المتين ولا الضعيف ولا الطويل ولا الاسمر ولا الابيض، هذه ليس لك علاقه، يجب ان تتقبل الجميع بهذا بهذا الجانب، ثم بعد ذلك ننتقل الى القبول، ما معنى القبول؟ القبول ان تجعل لكل انسان من هؤلاء البشر صفه جميله، ثم تجعلها اطار في عينيك، يعني مثلا انت عندك صديق مدخن لكنه محافظ على الصلاه. اجعل الاطار له الاطار الايجابي ماذا؟ المحافظة, المحافظة على الصلاة على الصلاة، لكن لو تعاملت انا مع على انه مدخن او عند نصف الكأس الـ الله يفتح لك نصف الكأس الممتلئ فعندما عندما اتعامل معه وفق هذا الجانب أه سأتعامل معه بـ 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 بأريحية، احنا لماذا يحدث الـ الـ الانكماش من البشر؟ لأن لا نتقبلهم ما عندنا استعداد نقبلهم، ثم بعد ذلك التقدير التقدير من اعظم القيم التي ممكن نكسب بها الناس. مم. اهتم بي اهتم بك، قدرني اقدرك، هكذا الناس يتحركون. مم. صحيح سم. صحيح ذكرت يا دكتور انه في البدايه اللي هي تقدير الذات ثم انطلق. نعم احسنت. طيب المفاهيم الخاطئه عن العلاقات البشريه. من من اشهر المفاهيم الخاطئه فيما يتعلق بالعلاقات او ما يتعلق بالعلاقات الانسانيه والعلاقات البشريه. أن العلاقات البشرية مجرد عمل ذوقي إحساس ذوقي عام يعني فلان من الناس إنسان محترم هذا لا يكفي في الهندسة العلاقات البشرية العلاقات البشرية منظومة من المهارات الكبرى التي ذكرت في بداية كلامي نتحرك من خلالها بوعي ليست القضية فقط إحساس، من من الجوانب الأخرى والمغالطات في فهم العلاقات الإنسانية أنها مجموعة من المجاملات اللطيفة التي يفعلها البعض تجاه البعض، بمعنى والله فلان صاحب علاقات إنسانية فهو مجامل من الدرجة الأولى لطيف يرى الخطأ أمام عينيه ما يستطيع يتكلم، ولذلك البعض عندما يصف بعض القيادات الإدارية أو قيادة تربوية يقول إنسان صاحب علاقات إنسانية كيف صاحب علاقات إنسانية يا أخي يترك الـ الـ الأمر مفتوح هل يستأذن يستأذن و... ولذلك يراعي البعد الإنساني هذا ليس صحيحا العلاقات الإنسانية أعمق من ذلك العلاقات الإنسانية آآ آآ معناها الموازنة بين آآ الرضا النفسي للموظف وبالتحقيق المؤسسة أهدافها صحيح. يعني في التدريس عندنا ما اقبل كمدير مدرسه ان تترك الطلاب بلا 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 دروس ثم تذهب لقضاء امر معين في كل مره وفي كل يوم، صحيح. لا يجب ان عندي مصلحه المدرسه فاوازن بين القضيه، المصلحه المدرسه قيمه عظمى. صحيح صحيح. طيب يا دكتور انت تطرقت الان لمساله القواعد. انا مثلا افترض اني نويت اني ابدا واسس او اهندس لعلاقات حلو. البشريه. أهم القواعد هناك قواعد قبل ما يفكر الإنسان أن يصبح مهندسا في العلاقات البشرية يجب أن يؤمن بمجموعة من القواعد مثلا القاعدة الأولى لا أحد منا ولد محبوبا أو مكروها صحيح. هذه قاعدة يعني بمعنى لا أحد منا يعني ولد محبوبا أو مكروها هذا معناه اننا من يجلب لنفسه العداوه او المحبه. صحيح. الناس يراقبون سلوكياتنا ثم يحكمون. قاعده ثانيه ان حكم الناس علينا انما يبنى على ماذا؟ يبنى على سلوكياتنا لا على نوايانا. انا لا يعنيني نيتك. صحيح. ماذا كنت تريد؟ ماذا كذا؟ انا احكم من خلال على سلوكك. صحيح. جانب اخر عندما نخرج عن دوائر رغباتنا. مصالحنا شهواتنا سنرى الناس بصورة أجمل الذاتية وأن و و و و أكون أسيرا للشهوة تجعلني مغطى العينين ما أستطيع رؤية الناس كما هم جانب مهم آخر عندما يشعر المقابل أنه شخص مهم سيسلم لك في جميع الأمور صحيح إحنا عندما نتحدث لا نشعر الآخر بأنه مهم ولذلك قلت انا ان عندما نشعر الاخر بانه مهم يسقط اسيرا ليس ليس القيمه في سقوطه اسيرا لا في القيمه في التاثير والاقناع نقطه اخرى اروع صفه ممكن ان نصل بها الى الناس ان نتحدث بنفس لغتهم ما معنى ذلك من البشر من لغته عاطفيه ناتي من ناحيه العاطفه من الناس من يتحرك ب ب ب ب بلغه العقل ناتي من ناحيه العقل من الناس من, يتح من, من يتكلم ب ب بصيغه اجماليه ناتي من الاجمال من الناس من يتكلم بلغه التفصيل ناتي بالتفصيل من الناس من يتكلم مرجعيه الناس يعني يقول يقولون عن الناس والناس ترتب انا اريد اقيم زواج بس ما اريد اقيم تكلفه كثيره ليش ما تقيم يا ابا محمد قال لا والله الناس والناس هذا مرجعيته الناس وفي شخص اخر مرجعيته ذاتيه، فهل من اتحدث معه مرجعيته الناس ولذلك اراعي هذا الجانب عند حديثي معه ام ان مرجعيته ذاتيه؟ هذه النقاط من ابرز النقاط التي يجب ان ننطلق معها في في ننطلق من خلالها الى 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 الناس. بس هذا محتاج يا دكتور فهم عميق ايضا للاخر. هل هل محتاج اني من ضمن القواعد اني مثلا ادرس شخصيه الطرف الاخر او اقيمه في في جوانب معينه؟ او ممكن اني اقيم علاقه عفويه في البدايه حتى يعني تتكشف شخصيه الطرف الاخر بلا شك يعني انت انت تتعامل أنت مع بشر انا لا اتكلم مع, مع عن شخص تعاملت معه يوم من الايام او او, أو قابلته في الشارع او قابلته في شريكة او قابلت لا انا اتكلم لك عن المحيطين بك مم. الذين تراهم كل يوم أحتاج أنا أتأمل هؤلاء، أعرف ماذا يحبون؟ ماذا يكرهون؟ كيف يتكلمون؟ كيف؟ من خلال مخالطتي هو هو قضية مهمة أبو محمد وهي قضية التركيز، هل أنا أركز أثناء المهندس في العلاقات البشرية شخص يركز بمعنى أنه ولذلك القضية ليست عفوية في كثير من الناس يعيش مع الناس سنوات طويلة لكن لا يستطيع فهم أقرب الناس إليه لماذا؟ لماذا؟ لأنه يتعامل بعشوائية بطريقة مبعثرة ليست بطريقة منهجية علمية أن يراقب كيف يتكلم ذلك؟ كيف يفهم؟ ما الذي يسعده؟ ما الذي يحزنه؟ ما الذي ما الذي كل هذه الأمور يجب أن نضعها في, في في في, البال. ممتاز ممتاز. طيب بسألك دكتور عن عن المكاسب اللي يمكن نجنيها عن أو من العلاقات البشرية لكن بعد الفاصل. بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إن شاء الله. <متحدث> 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 حياكم الله مجدداً أعزائي المشاهدين. نعود مع ضيفنا وضيفكم الدكتور مسفر بن ناصر القحطاني حياك الله دكتور يا الله يا مرحبا والله سالتك قبل الفاصل عن المكاسب اللي ممكن نجنيها من العلاقات البشريه المكاسب التي ممكن نجنيها اولا ان هندسه العلاقات البشريه جاءت الشريعه الاسلاميه بتاكيدها بمعنى انت لو فتشت في في في, في نصوص السنه أو حتى في القرآن العظيم ستجد أن التعامل مع الناس له قيمة كبرى الدليل على ذلك رجل دخل, دخل الجنة بسبب أكرمكم الله كلب صحيح. وامرأة دخلت النار بسبب هرة. هرة تبسمك في وجه أخيك صدقة يعني بمعنى كل ابتسامة لك صدقة يعني توازي صدقة المال صدقة على سن الرسول صلى الله عليه وسلم أن تلقى أخاك بوجه طلق هذا جانب آخر بل الأروع والأعظم والأعجب أقربكم إلي مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً يعني يقول يا أصحاب الهندسة هندسة العلاقات البشرية يا أصحاب التعامل الراقي مع البشر يا من تبتسمون يا من تتعاملون تعامل راقي مع البشر ستكونون أنتم أقرب الناس مجلساً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتأكيد هذه القيمة ما قيمة أن تكون تصلي وتصوم وأنت لذلك المرأة التي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنها أنها تصلي وتصوم وتقوم لكن تؤذي جيرانها ماذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها في النار يا الله يا الله يا الله ماذا ما يعني, يعني هذا يعني أن إيذاء الجار يعني طيب أين الجوانب الأخرى هذه قيمة كبرى لهذا الجانب النقطة النقطة الثانية ما يتعلق بما يذكره المنظرون في 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 القيادة في, القيادة في علم القيادة يقولون 85% من من النجاحات التي يحققها القاده انما تعود لهندسه العلاقه البشريه. لا تعود للذكاء العام. ولذلك الترقيات هم هم في الغالب من يتعرض للترقيات في العمل؟ من يتعرض للنجاحات في الاعمال؟ هم اقدر الناس على ايجاد علاقه ايجابيه رائعه مع البشر. التاثير والاقناع نقطه ثالثه، التاثير والاقناع من اقدر الناس على التاثير والاقناع في البشر؟ هم أصحاب الهندسة العلاقة هم القادرون على كسب الناس على احتواء الناس على التعامل الراقي مع الناس نقطة أخرى كذلك وهي قضية أن الإنسان بطبعه مخلوق اجتماعي لا يمكن أن ينفك عن الناس مستحيل أن ينفك على الناس ولذلك برخوز ذكر ذلك أن الإنسان مدني بطبعه مخلوق اجتماعي كل هذه تعني في الفكرة تدور حوله أنه الإنسان لا يمكن أن يعيش لوحده ولا يمكن أن ينفصل علي وحده، صحيح. ولذلك عندما اكون صاحب هندسه في, في العلاقات البشريه ساكون قريب من الله عز وجل، سيكون قريب النجاح مني كثيرا، سيكون تاثيري تاثيري واقناعي للبشر عالي الجوده، ستكون لي مكانه اجتماعيه، اذا اذا هذه مكاسب خطيره في في في, في هذا الجانب، صحيح. شملت جميع جميع نواحي الحياه. صحيح. وتستحق بالفعل. وتستحق إيه؟ ما اعظم ان تكون قريبا من الله قريبا من الناس قريبا من ذاتك صحيح, صحيح. ليس ليس بعد ذلك ليس بعد ذلك انجاز بلا شك بلا شك طيب يا دكتور علاقه هندسه العلاقات البشريه مع مع حب الذات او تطوير الذات او التواصل والاتصال احسنت احنا نسمع عن المفاهيم هذه يعني من فتره طويله هندسه العلاقات البشريه مفهوم حديث عصري طرح الان يبدو انه يعني النسخه المنقحه او المحسنه يبدو ذلك احسنت مع حب الذات يجب ان نفرق بين نقطتين حب الذات والانانيه حب الذات فضيله الانانيه رذيله سبحان الله حب الذات تعني تعني ان ان اقدم خدمه حقيقيه لهذه الذات انا لان تظهر بصوره جميله الكذب الناس يخلط بين حب الذات والأنانية الأنانية هي تجاوز على الحدود الآخر لكن حب الذات هي التي تجعلني أحرص أن أكون جميلا أمام الناس صحيح. حب الذات هي التي تجعلني أبتعد عن الأخطاء حب الذات هي التي تمنعني أن أبتعد عن التجاوز على البشر ولذلك حبي لذاتي يجعلني أحرص على أن أجعلها تظهر بأجمل الصور ليس حب الذات التمحور حول الذات والنرجسية والذاتية لا 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 ليس القضية ولذلك من أحب ذاته حرص أن يقدمها بأجمل صورة في الحياة ولذلك نتمنى من كل من بل ندعو الله عز وجل أن نحب ذواتنا في هذا الجانب أما أما قضية علاقتها بمهارات الاتصال والتواصل كذلك يجب نفرق بين أمرين بين قضية الاتصال والتواصل اجاده مهاره الاتصال هو, هو اذا فهمنا الاتصال هو اتجاه واحد من مني لك ابو محمد اما التواصل فهو اتجاهين انسان يحاضر في يحاضر في في مجموعه من الناس يلقي لهم محاضره لا يستمع من منهم شيء هذا نسميه علم الاتصال اتجاه واحد يسمعون فقط ومع ذلك له مهارات ويجب ان يظهر فيه الانسان بمظهر راقي وعلم الاتصال علم عظيم صحيح يعني حتى وانا احدث الناس التلفزيون الان يدخل في علم الاتصال ان تسمع له دون ان يسمعك ولذلك يجب ان 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 تتوافر عنده مهارات عاليه ليستحق ان نسمعه اما مهارات التواصل فهي طرفين فيها تبادل افكار فيها قناعات فيها تصحيح فيها تصويب فيها انك اسمعك تسمعني فيها نتبادل خبرات هذه هذه هذا هذا الفرق بي. ولذلك صاحب الهندسه صاحب هندسه العلاقات البشريه يجيد العلمي يجيد علم الاتصال ان يتكلم هو ويقنع الاخر باني استحق ان يسمع لي ويجيد علم التواصل انني اتكلم واسمع في نفس الوقت. صحيح صحيح. طيب علاقتها دكتور ب, ب حتى لغه الجسد يعني دام تكلمنا عن التواصل لابد انه يكون في فهم لغه الجسد الذكاء العاطفي ايضا مش كيف ممكن نربط بينها احنا عندنا ثلاث ثلاث نقاط عندنا ترتبط هندسه العلاقة البشريه بالتحدث وبالاستماع وبلغه الجسد ممتاز أن نتحدث عن التحدث علاقتها بالتحدث يعني بشكل مبسط ممتاز هناك قاعده عظيمه وهي ان الشخص العظيم او الشخص الشخصيه الكاريزميه او الشخصيه المؤثره هي التي اذا تحدثت شجعت الاخرين على الاستماع واذا استمعت شجعت الاخرين على التحدث هذا يسمى الكمال في التحدث والاستماع اذا تحدثت الاخر يتلذذ ويستمتع بالاستماع اليه واذا استمعت يتلذذ الاخر بالتحدث هل تعلم ان هناك ثلاث شخصيات عندنا؟ الشخصية المملة والشخصية الثرثارة والشخصية العبقرية. الشخصية المملة هي التي تتحدث طوال الوقت عن نفسها، انا سويت وعيالي سووا واسرتي سوت وحنا سوينا لا يفتر، هذا شخصية مملة، هذا اصبر حتى يرفع الله عنك العذاب. هذا اعتبره ابتلاء من الله عز وجل ابتلاك فاصبر. وإن وجدت مخرج منفذ تخرج به الى الى الفضاء فاخرج ولا تنتظر كثيرا. الشخص الثرثار هذا بلاء اشد من البلاء الاول. يحدثك عن الناس. ماذا يأكلون؟ ماذا يشربون؟ من الذي بقي حيا ومن الذي مات؟ ومن الذي سيموت؟ ومن الذي سيعمر؟ وماذا وما و و وما, وما وماذا حققوا من انجازات؟ وماذا وكيف فشلوا؟ كل حديث عن البشر. لا يتحدث عن ذاته مولع بالحديث عن البشر ولذلك يقضي عمره في هذا الجانب من الشخص العبقري؟ صاحب الهندسه هندسه العلاقات البشريه هو الذي يتحدث اليك عنك يتحدث اليك عنك تشعر امامه انك شخص عظيم هندسه العلاقات البشريه تقول لا تتحدث عن نفسك لا تتحدث يعني اجعلها 5% على الاقل لا تتحدث عن الناس اجعلها 5% اذا كنت المية. لكن إذا تحدثت مع أناس تحدث عنهم أو تحدث إليهم عنهم يشعر الآخر ولذلك أذكر أن 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 امرأة إنجليزية جلست مع مع شخصين مرشحين لرئاسة الوزراء رئيس وزراء البريطاني فلما انتهت من لقاء الشخصين سئلت قالت ما الفرق بينهما؟ قالت الرجل الأول شعرت أنه أعظم رجل في إنجلترا أمرج الثاني فشعرت اني اعظم امراه في انجلترا شفت الفرق آه. ذاك يتحدث عن نفسه تقول شعرت انه اعظم رأة. من خلال انجازات انجازات حقيقيه صحيح. لكن الشخص الاخر حدثها حدثها عن نفسها ولذلك تقول مطلوب وصاحب الهندسه النفسيه في هذا الجانب مم. اذا كنت تريد نتحدث عن قضيه الاستماع مم. الاستماع من ادق المهارات البشريه والعجيب والعجيب اننا في في دراستنا اقل مهاره نتعلمها الاستماع معناها اكثر مهاره نحتاج اليها صحيح الاستماع معناه او, أو بي بي بتوضيح اكثر دقه مه. الاستماع عندنا خمسه انواع تجاهل انت ابو محمد تستمع لي لكنك تتجاهل انت تسمعني بس تتجاهل يعني ماشي واضح التجاهل مه. وفي تظاهر بالاستماع ايوه 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 تظاهر بالاستماع يعني مش مركز معي صحيح. وفي استماع انتقائي ما معنى استماع انتقائي؟ انا اتكلم معك واقول مثلا والله الامبرياليه تقول لي أي ايوه هذه هذه ايش ايش معناها؟ لكن باقي الكلام وما بعد هذه لا تستمع إليه. ثم استماع تحليلي. وانا اتحدث انت تحلل، تقول طيب هل هو صادق؟ هل هو غير صادق؟ هل هو يعني احلل في نفسي احلل في نفسي هل هو, هل هو هل هو هل هو هل هو فمشغل نفسك انت بالتحليل كل هذا خل على جنب لا يمكن ان يكون ان يكون ان تكون هذه الانواع الأر... الاربعه من ضمن هندسه العلاقات البشريه، وين هندسه العلاقات البشريه؟ في العنصر الخامس، ما العنصر الخامس؟ الاستماع الوجداني. تعرف ال... الاستماع الوجداني؟ تذكر اول لما الخطيب يتحدث مع خطيبته في الكازينو في ال... كيف يتحدثان؟ قبل الزواج طبعا في الافلام في... قبل... قبل قبل يتحدثان بنفس جميله والخطيب متهافت لسماع اي بل ليس لسماع اي كلمه بل حتى الانفاس يستمع اليها بدقه ثم اذا تزوج اختلف الامر طبعا اتكلم على على هذا صحيح فالاستماع الوجداني ان تستمع بكليتك ان تستمع ببي ببي بمشاعرك ببي ببي باطرافك ببي بكل, ببي بكل شيء كل كلمه ينطقها الطرف الاخر تقع في نفسك موقع جميل صاحب هندسة العلاقات البشرية محترف في الاستماع هل تعلم أن عندما يخرج من هذا الرجل أو تستمع لهذا الرجل يشعر بسعادة خلني أقول لك سر لن أقوله لغيرك هل تعلم أن هناك هرمون أو, أو, أو شيء يدره الجسم يشعر بالسعادة عندما نستمع للإنسان استماعا واعيا لأن ذلك يعني احترام هذا الإنسان لأن ذلك يعني تقديره ولذلك البعض الان ما نعطيه لا مال ولا نعطيه لا شيء ولا لكن يكون سعيد بالجلوس معنا، لماذا؟ لان لامسنا شيئا جميلا، يقول اعظم هديه تقدمها للبشر ان تستمع لهم باستغراق. معنى الاستغراق؟ لا تحلل ارجوك، لا تتظاهر بالاستماع، لا تنتقي، لا, 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 لا تتجاهل، لا تتجاهل، لا تتظاهر، لا تنتقي، لا لا, لا تحلل. امنح كل 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 مشاعرك، كل كن ايش اذن صاغه لهذا الجانب لهذا المتحدث ممتاز ممتاز طيب يا دكتور احنا تكلمنا في الفتره الماضيه عن الجانب الوردي في هندسه العلاقات البشريه انا بس بعد الفاصل برجع لك عن ممكن معوقات هندسه العلاقات آه. البشريه فاعزائي المشاهدين فاصل ونعود ان شاء الله <applause> اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم مره اخرى في الجزء الاخير من حلقه اليوم تكلمنا يا دكتور عن موضوع انه الجانب الوردي كل ما ذكرناه هو الجانب الوردي والجانب الجميل في هندسه العلاقات البشريه قد يتخلل احيانا في علاقاتنا مع الناس او مع الاطراف الاخرى بشكل عام نوع من الانتقاد او من اللوم او 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 هل هذه ايضا ممكن نهندس لها يعني مسبقا ونضع حالات ماذا لو لو عملت كذا سيكون كذا تقصد كيف نتعامل مع النقد؟ مع النقد مع الانتقاد طبعا انتقاد طيب ما رايك اجيب على السؤال اللي قبل الفاصل اللي هو الجانب المظلم ممتاز للعلاقات ما رايك؟ ممتاز طيب لما لماذا البعض لا يجيد العلاقات البشريه بصوره جيده. العنصر الاول نوجة نظر شخصيه التعامل رؤيه الناس بصوره سلبيه. هل تذكر الاطار لما قلنا نتعامل مع الناس من خلال من خلال اطار ايجابي؟ صحيح اذا 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 رؤيتنا للناس رؤيه ايجابيه نستطيع ان 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 نبتعد عن الشك نستطيع نبتعد عن الحذر الزائد نستطيع ان نبتعد عن اعتقاد ان البعض يمكر بنا، البعض يقوم يحسدنا، البعض البعض البعض. كل هذه الامور هي التي تباعد بيننا وبين الناس. افتراضات. كلها افتراضات لانها مبنيه على تصور سلبي للناس. صحيح صحيح. ولذلك هذا التصور يجعلنا يجعل كثير من الامراض تتسرب الى 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 نفوسنا فنتعامل بمقتضى هذه الامراض. جانب اخر قضيه الحرق. هناك من يحرق ال تعرف نيرون لما حرق روما عندما نختلف مع البشر في قضيه من القضايا نحرق الـ الاخضر واليابس القضيه اعمق من ذلك ليس ليست ليس كل من اختلفنا معه نحرق القضيه يا اخي اوجد للمحبه موضعا اختلفت معه في جانب في جزئيه معينه اجعل لها مربع فقط خاص بها يا اخي لا تجعل لا تجعلها شامله للشخص سلطة اللسان والإيذاء التشويه عدم قدرتنا على تقبل الآخر هذه بعد جانب مهم ما عندنا استعداد ما عندنا قضية الصبر التي من خلالها نتقبل الناس نصبر على على أذاهم على أذاء أذا أذا البشر هذه من الجوانب أما قضية النقد اللي تفضلت به فأولا أو عندنا قاعدة مهمة خلق الإنسان ضعيفا هذه قاعدة قرآنية الأصل فيني وفيك الضعف الضعف البشري ولذلك النقد يؤذي ليس 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 هناك مخلوق في العالم يستعذب النقد الذي يستعذب النقد مخلوق غير سوي إنسان غير سوي في خلل معين في خلل نحن نتقبل النقد بناء على ما وراءه ما حد يقول أنا أتلذذ بأبر الطبيب يقول والله انا اسعد لحظاتي عندما اذهب جالس امشي في الشارع قلت وراء باخذ لي ابرتين ثلاث اوبر استمتع بها يعني ما في احد صحيح. لكن نذهب للطبيب ونتحمل الاوبر ونتحمل الغرز ونتحمل طلبا للشفاء صحيح. فاذا وصلنا اذا اذا وافقتني على انه ليس هناك شخص يستعذب بالنقد قاعده مم. ناتي له انه انه صاحب الهندسه النفسيه كيف يتقبل النقد وكيف يقدم النقد مم. يتقبل النقد ص... لاحظ لاحظ الصورة هذه محمد بشكل عجيب صاحب الهندسة هندسة العلاقات البشرية يتقبل النقد بأي صورة ويقدم النقد في أجمل صورة شفت الفارق العجيب ما يشترط في الناقد أن يكون مسلما عاقلا بالغا لا, لا, لا مميزا لا, لا, لا يقبله من الطفل الصغير يقبله من المرأة يقبله من الشيخ العجوز يقبله من العامل يقبله من الخادمة يقبله من المديرة يقبل كذا مثل ما ذكر ماكسويل في قضيه 360 ان الجميع ينقدك حتى تصل فاذا اذا توصلنا الى هذا ثم ثم بعد ذلك كيف يقدم النقد؟ صاحب الهندسه العلاقات البشريه نقده مثل المطر يغذي الاوراق ولا يقتلع الجذور البعض اذا نقدك هدمك ياتي يقول لك انا اسمح لي اسمح لي تفضل انا بسمح لك يلا تفضل الان معناه لا يلا انقد قال أنت 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 عواصف كوارث براكين زلازل يا أخي ليس نقدا هذا تجريح تجريح إذا يا أخي أن تريد أن تريد تغير من حالي أعطني النقد في صورة راقية مم. أنيقة جميلة أدخل حبك مع نقدك في قلبي ولذلك هناك طريقتان جميلتان في النقد طريقة الساندويتش وطريقة خمسة مقابل واحد إذا تريد تنقذ أحد وفي نفس الوقت تلقي مودتك في قلبه نظام السندوتش مودة قدم كلاما إيجابيا قبل ما تنقد أحد أنت أبو محمد شخصية رائعة لأنك أسلوبك في التعامل راقي جدا تتعامل مع الجميع بسواسية وهذه السندوتش الأول ثم تقدم النقد وهو في صورة وستكون أروع من وجهة نظري لو بدل ما تقول لكن و نترك على جنب ثم تقول ابو محمد وستكون أكثر جمالا وروعة وإبداعا و بكل ما تتخيله لو زدت في الابتسامة قليلا مم. ثم بعد ذلك لأن في نوع من التجريح تأتي للساندويتش الأخير زي الهمبرجر الآن مم. تحت تقول أبو محمد وأتوقع لك في القريب العاجل أن أراك رئيسا لإحدى الشركات الكبرى في المملكة العربية السعودية وإن شاء الله ذلك أبو محمد إن شاء الله. الله خاصة الله أنك أعمل. من خبراء التربية في الله يعني قيادات في, في التدريب التربوي النقطة الثانية إذا أردت أن تلقى أحداً قدم له خمس ايجابيات بس قبل تنتقل لهذه يا دكتور اسم طريقه السندوتش تذكر انت يعني هي تاتي بمعنى انه يكون في ضغط من الاعلى صح ويكون في حمل من تحت صح هذا مفهومها لذلك سميت بطريقه السندوتش يا سلام ولذلك ولذ يعني ما يكون الدفع من جهه واحده مشكله مشكله لو خمسه مقابل واحد اذكر خمس ايجابيات في الشخص مقابل ان تدس له ملحوظه معينه حتى تقبل، انا اقبل من الشخص عندما يذكر لي بعض الصفات الجميله في شخصي ثم يقول وستكون اروع لو ناقشت هذا، جديد. يا سلام يا سلام يا سلام، لكن احنا عندنا ماذا نفعل في النقد؟ ناتي نضربه في الوجه لانه يقول لا انا خلاص ضرب في الوجه وبعدين نقول لك تقبل باذن الله. وننسى كل الايجابيات وننسى كل الايجابيات ولذلك الناس لا يقبلون نقدنا لا, لا, لا يقبلون نقدنا بسبب هذه المشكله. لذلك يا دكتور فهم حاجات البشر الحاجات الأساسية للبشر أيضا من, من يرغب أنه يعمل هندسة لعلاقات البشرية أعتقد أنه جانب مهم أنه تحدث يعني ممكن حتى هرم ماسلو أحسنت الحاجات وتكلم هذه كيف نقدر نفيد فيها المشاهد في قضية فهم حاجات البشر أحسنت الوعي بهرم ماسلو عندما ندرك أن, أن قاع الهرم هي الحاجات الاساسيه للبشر ما هي الحاجات الاساسيه للبشر التي يجب ان نحققها هي الاكل والشرب والنوم والراحه والجنس هذا متفق عليه بعد ان تتحقق هذه الجوانب اساس الهرم اساس الهرم بعدها ننتقل الى المرحله الاخرى وهي قضيه الامن ولذلك جمع الله عز وجل في اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف, من خوف. سبحان الحاجات الاساسيه ثم بعد ذلك الامن ثم تاتي المرتبه الثالثه وهي الحاجات الاجتماعيه الانتماء أخي أصعب شيء الغربة أن يعيش الانسان غريبا في عمله غريبا في بيته غريبا في, 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 في مجتمعه غريبا تلبية حاجة الانتماء وهذه ضرورية حتى لأبنائنا ثم بعد ذلك ننتقل للحاجة الأهم مهمة جدا وهي قضية حاجة التقدير مم. الناس يحبون التقدير الناس يقدرون من يقدرهم صحيح. ثم هرم الحاجات هي تحقيق الذات رأس الهرم رأس الهرم رأس الهرم عندما ندرك هذه الجوانب عندما أكون قائد وألبي هذه الحاجات ألبيها على حسب التدرج عندما أكون أبا ألبيها مع أبنائي عندما أكون مدربا ألبيها مع 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 المتدربين هذه عندما يستحضر صاحب الهندسة النفسية هندسة العقل يستحضر هرم ماسلو كثيرا هو على فكره ليس الوحيد في الحاجات لكن هو الابرز والاميز والاكثر تاثيرا والاشهر والاشهر الله يفتح عليك ولذلك عندما عندما نلبي حاجات الناس الاساسيه وعندما نمنحهم الامن وعندما نحقق لهم الانتماء وعندما نقدرهم وعندما نساعدهم في تحقيق ذواتهم مثلا أحد الأشخاص كان يريد أن يواصل دراسته وساعده مدير له بهيئة هيئه فاستطاع هذا الوصول إلى الوصول إلى على الدرجات فلذلك لا ينسى هذا الشخص الذي حقق له حقق ذاته من خلال الدراسة ولذلك تحقيق ذاته يختلف باختلاف البشر صحيح طيب يا دكتور الكثير يعني ممكن نسميه عنده إشكالية في, في تكوين علاقات إيجابية علاقات ايجابيه مع البشر. شو الاسباب الفشل؟ يعني بعضهم يقول والله حاولت انا اتقرب مثلا لفلان، اسوي علاقات طيبه مثلا مع اخواني، مع مثلا ابناء عمي، مع اصدقائي، أحسن. مع زملائي في العمل، لكن كل ما احاول اقترب يبتعدون اكثر. قد يكون بسبب الجهل بمهارات التواصل الاجتماعي. نحن تكلمنا في البدايه ان القضيه ليست ليست قضيه فقط سلوكيات مبعثره، لا القضيه منهجيه علميه في التعامل فقد يكون الشخص يريد لكنه ما يستطيع ما يستطيع او او او, أو لم يتعرف بعد على كيف استطع الوصول الى الله ولذلك جاءت قيمه العلم. جانب مهم اخر كذلك قضيه الانطباع الاولي، البعض يستهين بالانطباع الاولي. هل تعلم أن الانطباع الأولي هو الانطباع الأخير صحيح. انطباع الناس من الناس عندما يحضر مجلس من المجالس في عبوس في تقطيب شفات في, في, في توتر في قلق في نظرات زائغة في فيعطي انطباع عن نفسه أن الشخص غير مريح ولذلك الناس يبادلون نفس المشاعر الانطباع الأولي يعتني به المهندس صاحب العلاقات، دائما يحرص على اللقاء الاول ان يكون لقاء مبهجا سعيدا، يعرف بنفسه تعريفا جيدا في هذا الجانب. صحيح، وحتى اعتقد في الطرف الاخر انه صاحب هندسه العلاقات قد يكون من الذكاء انه يتجانب يعني يتجنب الحكم من اول نظره احسنت احسنت يعطي فرصه يعطي فرصه احسنت ولذلك هو 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 يتجنب هذا الجانب لكنه يعذر الاطراف الاخرى صحيح يعني ما يحكم بسرعه صحيح. لكن هو نفسه يقدم نفسه بصوره بصوره ايجابيه صحيح هو حتى دكتور يعني مما يقال يعني في الحديث انه النظره الاولى هي الحكم الاخير يعني النظره الاولى هي الاخيره لكن حتى الشخص الاخر لو رغب انه يغير راح تطلب منه جهد يحتاج بعض صدقني الى سنوات حتى يغير الفكره عنك صحيح صحيح طيب يا دكتور بالنسبه لمن يرغب مثلا في تكوين علاقات اجتماعيه او بشريه هل لها حد في العمر لها اطار زمني معين ابدا لانه بعضهم يقول والله انا ما راح يعني مثلا لو سالنا شخص عمره مثلا خمسين أو ستين سنة أبى أقول لك شيء ليش أه. ما تبحث عن أصدقاء هل عندك أصدقاء يقول لك والله العمر ما عاد فيها كون صداقات مثلا هندس العقل البشري لا ترتبط بالعمر إحنا عندنا الأعمار أربعة مم. عمر زمني عمر عقلي عمر اجتماعي عمر عاطفي الزمني ما تشوف البعض الان يصبغ اسود ويحاول وبعض الاخوات تحاول ان ان تخادع زميلاتها وكذا بشكل وما زالت في العشرينات منذ منذ 70 سنه لا وعندنا عمر الزمني لا يمكن التلاعب فيه موجود في البطاقه العمر العقلي ممكن نتحرك انت ابو محمد ما شاء الله عندك عمر عقلي من خلال قراءات من خلال اطلاع من خلال عندنا جانب اخر عمر الاجتماعي المهارات الاجتماعيه يا رجل هناك هناك شخص عمره عشرين سنه عمره الاجتماعي ستين سنه من خلال سلوكيات راقيه من خلال تعامل راقي وهناك شخص ثمانين سنه عمره الاجتماعي ما زال رضيعا فطيما ما زال يمارس سلوكيات بشعه لا تليق بهذا العمر العمر الاخير العاطفي واخص واخص والحديث عنه يطول يعني الحديث شيق معك يا دكتور حقيقة أنا شخصيا استفدت الله يحفظك من لطفك لعلنا إن شاء الله نحظى بموعد آخر إن شاء الله في ونلتقي بك مرة أخرى يسعدني وأنا أسعد الناس بلقياك وفي هذه القناة الجميلة والرائعة وأشكرك على 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 هذا التقديم المذهل والجميل الله يحفظ. نحن من يشكرك يا دكتور الله, الله يحفظك وفي الختام أعزائي المشاهدين لا يسعنا الا ان نشكر الضيف الدكتور مسفر بن ناصر القحطاني وكذلك لا يفوتني ان اشكر الاخوه في غرفه الشرقيه على استضافه هذه الحلقه نلتقي معكم في حلقات جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.